مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في نادي الكتاب جمال الحوار. اليوم حنحكي عن شيء جميل جدا، كثير ناس بتسأل عنه، اللي هو How to publish a book، كيف بدي أعمل إنتاج أو إصدار لكتاب أنا كاتبه. طبعا الأستاذ محمد عيسى كان المفروض يكون معنا، هو الله يحفظ له والدته، كان عندها في زيارة وفي الطريق الآن إلى أوتوا، نتمنى له السلامة. حيكون معنا الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم، حنناقش الكتاب اللي وعدناكم فيه اللي هو خلف السدة وحنحكي عنه، فحنأجل موضوع مناقشة هذا الكتاب للحلقة القادمة. لكن اليوم حيكون في ضيافتي، وأتشرف أن يكون في ضيافتي، الدكتورة ربا فتال. أهلا وسهلا فيك دكتورة. كيفك يا دكتور جمال؟ الحمد لله الحمد لله. كيف الناس كلها اللي عم تفرج علينا؟ ممتازين، كلهم بشتاقين لك ومبسوطين كتير بشوفتك. وطبعا دكتور ربا كانت معنا في حلقة ماضية وقدمناها، ولكن سريعا وعلى عجالة حنحكي. الدكتورة ربا هي معها دكتوراه في العلوم السياسية، ناشطة في المجتمع المحلي، أم، زوجة، عندها بيتها وعندها مسؤولياتها، ولكنها تعشق الكتابة وتعشق الكتب وبتعمل ببلشينج لكتب باي هير سيلف. فحبينا نستفيد من خبرتها، وإن شاء الله تقدر تعمل لنا شير لهذه الخبرة وتستفيد الجمهور، يعني خاصة في وقت الكورونا. الآن الواحد قاعد، يا عند إما عنده إنه يتعبد، يا إما يأكل، يا إما يسوي شغلة مفيدة، يقرأ كتاب أو يكتب كتاب. فطبعا في ناس بتضيع وقتها بالألعاب والإنترنت، برضو هذا ممكن، لكن أتوقع أنه الآن فرصة جيدة للشخص اللي بده يكتب كتاب. خلينا نحكي الخطوة الأولى لكتابة الكتاب. أنا جاي أبالي أكتب كتاب، بس هل هو حلم أم هو قد يكون حقيقة؟ والله هو حقيقة، وعلى قد أنت ما بتحط عندك وقت تقدر تعمل تنظيم لوقتك، تقدر يعني بدك تفرغ وقت كبير لكتاب الكتاب. فأنا بستغل أحياناً هالأوقات اللي بكون مثلاً فيها فاضية، أحياناً حتى بنص الليل بلاقيني زوجي فقت وعندي اللابتوب قريب مني، باخد اللابتوب بكون عم بكتب. أحياناً بيقول شو عم تعمل يعني الساعة 3 4 الصبح شو عم تكتب؟ بتجيني الفكرة، بخاف إنه تروح على بالي الفكرة، فبقوم بس بكتب يعني شوية نوتات هيك بزبطها بعدين. فبده يكون عند الواحد هو هيك حب إنه يعني يكتب شيء فكرة. على رأيك نص الأفكار تيجي بالليل، يعني هاي مشكلة. أحيانا طول الصبح أوف إيش الفكرة اللي جتني بالليل، صح؟ على حسب طبعاً، على حسب شو بدك تكتب. مثلا إذا بدك تكتب شيء أكاديمي هذا بياخد سنة أقل شيء بحث وكتابة وتنظيم وكل الوقت يعني. بس إذا بدك تكتب شيء مثلا فيكشن أو قصة أو شيء عن تراث مثلا بدك تحاول تركز عليه، هذا شيء هيك بيجي من إلهام يعني، بيجي بنص الليل. أوكي. طيب هلأ يعني أنا بدينا في كتاب، مشروع كتابة الكتاب، وصار عندنا كتاب مكتوب سواء بالوورد دوكيومنت أو على ورق. طبعاً إحنا حكينا في سابقاً الورق بدك واحد يفرغ لك إياه، لأنه معظم الببلشر بدهم إياه إلكتروني على وورد، at least وورد دوكيومنت. طيب ما بعد كتابة الكتاب، هل لازم أعرضه على واحد ينقحه ولا زي ما هو أطلعه؟ ما خليني ناخذنا بس يعني مرحله مرحله. اوكي، هلا قبل بس بدي بلش انه نحن عندنا مشكله بالوطن العربي، مشان هيك انا اليوم طالعه شجع اي حد انه عنده فكره او حابب يكتب او يعمل بحث ويكتب انه فعلا يجتهد بهالموضوع هذا. لان يعني من الاحصائيات اللي عم بقراها، تصور مثلا باسبانيا عندك بالسنه بلده واحده بس من بلدان الاتحاد الاوروبي بينشروا، هذه عندي كمان معلومات هون، 44 ألف كتاب بالسنة. نحن الوطن العربي كله ب 2012 نشر 40 ألف كتاب، تخيل يعني المفارقة. عندك مثلا بالصومال قريت إنه في 300 كتاب بالسنة بيطلعوا، وهذا من أكثر البلدان اللي بالوطن العربي بتنشر كتب. ففي عنا حاجة، وخاصة إنه 40% من هالكتب هاي اللي بتنشر بالوطن العربي هي دينية، وعندك 20% بس منها أدبية. ففي حاجة للموضوع. هلأ بلشنا مثلا نكتب كتب، فأنا أعطيك تجربتي يعني من البداية.
ما بلش بالفكشن، ما بلش بالكتابة الأدبية، بلش بالكتابة العلمية. أنا باحثة بالعلوم السياسية وكنت عم بعمل ماجستير بعدين دكتورة. فلما رحت على بلجيكا رحت على مركز اسمه باسيا. هلا اللي بيعرف القدس مزبوط، ما في حدا بيروح على القدس ما بيعرف دكتور مهدي عبد الهادي نذكره بالخير وباسيا مؤسسته. فأول ما اجتمعنا أنا كنت تعرفت عليه ببروكسل، هو عزمني قال لي تعي على القدس، أنت عم تعملي بحث عن الفلسطينيين تريتوري يعني، والاتحاد الأوروبي، كانت علاقة الاتحاد الأوروبي بالفلسطينيين تريتوري. فرحت والله استضافني عنده 3 أشهر في 2009 كان. فب 2009 قعدت بباسيا وقعدت بالقدس، وكانت كل الأمور يعني متاحة لي لحتى أتفرغ للبحث هذا اللي عم بعمله. وهو عنده دار نشر، يعني هي باسيا كمان بتنشر كتب لها علاقة بالسياسة، فهو الناشر لهذا الكتاب. فانتشر هذا الكتاب ونجح كتير بالدول العربية المجاورة، خاصة به كمان بالفلسطينيان تريتوري وعند الجزء الإسرائيلي كمان كتير اهتموا فيه. هذا كان أول كتاب، هاي كانت قصة أول كتاب. أنت كتبتي اخترتي اللغة الإنجليزية للكتاب طبعاً اللي... لك ما تعذبت كتير، كان بالإنجليزي وكان في مثلاً أبحاث، يعني كل شيء مثلاً مأخوذ من بحوث، فما كان في كتير صور أو أشياء بحاجة أنا إلها لأنه أعمل غير فوتنوت، يعني ما اضطريت مثلا انه اعمل كوبي رايت، اسكينج فور كوبي رايت اللي هي حق حقوق الطبع هي الملكيه والطبع، كانت هي ما كثير مشكله بهالكتاب. كنت لسه عم بتعلم يعني الاشياء. بعدين اللي صار انه خلصت مرحله الدكتوره، مرحله الدكتوره خلصت معي ب 2011. لما خلصت من الدكتوره ب 2011 قررت انه ما اترك رساله الدكتوراه بدون ما اعمل منها كتاب. يعني في كثير ناس تصل لمرحلة الدكتوراه بيخلصوا بس بعدين ما بيعملوها ككتاب، فأنا ما حبيت إنه أفقد هالفرصة. فهون بقى هذا الكتاب بيختلف، هذا الكتاب الثاني اللي نشرته هذا كتاب أكاديمي وعن الترانس أتلانتيك ترند إن ديموكراسي بروموشن، اللي هي كان وقتها في فكرة نشر الديمقراطية وشو هي نشر الديمقراطية، هل معقول نشر الديمقراطية أو لا، وخاصة بالفلسطينيين تيريتوري قديش ندفع مصاري عن طريق كندا. عملت مقارنة بين الاتحاد الأوروبي كندا وأمريكا وكيف كان لهم دور يعني، ودور سلبي أو إيجابي، وقديش ندفع مصاري بالأخير ما طلعنا بنتيجة طبعا. فهذا الكتاب انتشر ب 2000 و... عفوا بس حتى أقول لك أين انتشر، لأنه الكتاب كان ب 2013. بس هذا الكتاب عذبني لأنه البحث كان طويل already، يعني أنا أخذت معي طبعاً بحث الدكتوراه بياخد 4 سنين والكتابة شخص نفسها بتاخد سنة كاملة، يعني أنا كنت في الصبح الساعة 4 الصبح أحياناً أو 5 بآخر السنة من الدكتوراه، في الساعة 4 الصبح ما نام للساعة مثلاً 1-2 بالليل، يعني 3 ساعات نوم سنة كاملة. وكان يعني عذاب يعني هذا البحث وكتير كان في شغل. بس حتى بعد ما خلصته كان مطلوب مني انه اعاده الايديتنج تبعه، يعني بمعنى انه بدهم اياه بطريقه معينه لحتى يقدروا يسوقوه. لما تكتب بحث دكتوراه ما في فكره التسويق من وراء، فبتكون عم تكتب بطريقه ثانيه، يعني طريقه علميه بحته. ايوه طريقه علميه بحته، بيكون مطول جدا، بيكون كتير داخل بالديتيلز يعني بالتفاصيل الدقيقه اللي هي ما بيحتاج احيانا ككاتب. بدك تعرف لمين عم تكتب، هي كتير مهمه، مين الاودينس، هذا ما بيقولوا لك اياها لما تكون عم تكتب كتاب، مين هو القارئ. فبدك تعرف مين القارئ. انا بالنسبه لي لهالكتاب هذا القارئ هو كان طالب او باحث بهالموضوع هذا بالذات وبده ياخذ معلومات، فانا يعني مثل ما تقول تعمل تجميع معلومات تحط له اياها، بتحط له اياها بطريقه سهله ومغلفه وسلسه. الشيء الثاني اللي طلبوه طبعا مني، وهون بقى قصه حقوق الطبع اجت، كل جراف انا اخذته مثلا من اي اورجانيزيشن، من اي منظمه، كل جراف كل معلومه طلبوا مني اذا في تصوير، ما بعرف اذا واضح، حتى مثلا تاب تيبلز واي شيء انا اخذته من اي شخص ثاني صار مطلوب مني انه اعمل اسال عن حق الطبع. حق الطبع هذا اخذ مني تقريبا يمكن شهر بمراسله
أول شيء وجود مين هن الناس اللي أو المنظمات اللي نشرت، متابعتهم، ملاحقتهم، الإيميل لإلهم، تطلب منهم حق الطبع، اللي بيجي بيقول لك أوكي بس ولكن لو سمحت اكتبي كذا أو عنواننا كذا. فكل هاي التغييرات حدثت بعد رسالة ما خلصت. It's not enough to take a reference. بس تحط reference إنه لا. هذا لازم تأخذي. Okay. لازم تأخذ حق الطبع لأنه هاي مثلا فاسيا معروف إنه بالأدس. طبعا نحن عنا بالبلاد العربية قصد حق الطبع وما حق الطبع مش كتير، ما بعرف هلأ إذا تغير الوضع، بس أنا وقت كنت موجودة هناك ما كانت كتير أخذ أهمية أو ما أخذ بمعنى المتشدد جدية جدية مو كتير سيريس. بس هذا الناشر باليو كي هي الأشجيت اسمها، الناشر كتير مشهور بالأكاديمية بالنشر الأكاديمي، فيعني من أكبر الدور النشر ببريطانيا. فلما طلبوا مني مثلا انه حق الطبع كل شيء بكل دقه، بيخافوا من لايبيليتي، بيخافوا من انه تبي سود، فهذا كثير اخذ وقت. هلا هون بقى اللي عم اقول لك ليش احيانا الواحد بس لازم يستغل انه اذا هو في حاله كوفيد او في حاله انه قاعد بالبيت ما عم يعمل شيء. انا كنت حامل بهذا الكتاب وبكتاب ثاني، فاستغليت الحقيقه فتره الحمل، اول حمل لي ما عم بقدر يعني ما كان في شغل، وانتقلت من بلجيكا بعد الدكتوراه لا استقر بكندا مرة تانية. فاستغليت هذا الوقت جدا، يعني هالتسعة أشهر يمكن أنا والبيبي إجا مع الكتاب، اثنيناتهم انولدوا سوا. إذا ألخص دكتورة كلمتين حكيتيهم، أول شيء لازم تستغل الوقت، الوقت لازم تحدده وتعرف إنه كتابة كتاب مش هتيجي بيوم وليلة، بدها وقت. أوكي، والشغل الثاني اللي حكيتيها اللي هي الموضوع اللي حتكتبي فيه، اللي هو انت استغليتي هذا الكتابين هدول عن دراستك وقدرتي تنشروا فيهم. فانا كشخص بدي اكتب كتاب، كيف بدي اخذ موضوع جدي او موضوع اعشقه واكتب فيه؟ هل اكتب ساينس فيكشن ولا اروح اكتب علم؟ انا طبيب مثلا، اوكي ايش اكتب بالعلم؟ خليني بقى هون اقول لك من اول شيء ليش بدك تكتب كتاب، هو سؤال مهم اهم واي يس يعني ليش بدك تكتب كتاب؟ مثلا في ناس تكتب كتاب ماديا، بتفكر انه ممكن تبيع الكتاب هذا وتعمل منه يعني انكم او مصاري او شيء. لهدول الاشخاص بقول لهم لا تكتب كتاب، ما في انكم بالكتابه، يعني قليل يمكن 1% من اللي بيكتبوا عنا بالوطن العربي راح يكونوا مشهورين، و1% حتى من اللي بيكتبوا كتب هون بنورث امريكا. هلا الستاتستكس انا ماني متاكده منها، بس يعني بتصور كتير قليل العدد اللي راح ينشر له كتاب ويصير بس سيلر ويصير يعني ذهت. ما بتعرف يعني مثل اللوتو، ما بتعرف انه كتاب هو اللي راح يصير يعني بس سيلر. فاذا مشان المصاري لا تعذب حالك. حتى انا دكتوري بالجامعه وكنا هو كان عم ينشر كتابه قبل كتابي، سالني ليش عم تعمل الكتاب؟ اذا مشان الماده لا تعملي، لانه هي انا بروفيسور بالجامعه ببلجيكا بجامعة لوفن وعنده طلابه، يعني هو عم ينشر وعم يبيع دغري للطلاب وما بيعمل مصاري، وحتى ورجعني قديش ممكن يعمل الكتاب. فماديا كتير قليل ممكن تعمل، خاصة انه في نوعين من النشر، عندك النشر عن طريق ناشر والنشر سيلف ببليشن. الطريق عن طريق الناشر لسه بتاخد مصاري اقل، لان هنا بياخدوا على الجرافيك الصور اللي بيعملوا لك اياها، بياخدوا على كل شيء، مثلا الغلاف شو نوع الغلاف، على التسويق، على هاد بياخدوا رويالتي. هاي اذا ممكن بس تلاقي لي شو بالتعبير بالعربي الرويالتي، عفوا ما عم بسمع الدكتور. نسبه بسموها نسبه من المبيعات او يعني. ايوه النسبه، فهي نسبه عاليه هن بياخدوا وقت هن بيكونوا عم بيعملوا لك الببلشنج، لانه بيكونوا عم يعملوا لك التسويق كمان. هلا هاي الواي لسه ما خلصنا، في عندك الواي المصاري انتهينا منها، في عندك انك بدك عندك فكره، عندك قصه حابب انه تشارك الناس فيها، هذا اوكي. فاذا هي هو السبب انك حابب تكتب كتاب اكتب، يعني هي يعني جديه الموضوع. هلا اذا بدك حابب تكتب كمان مثلا كتاب انه بس مشان تحدي ونجاح وقصه، go for it really. لانه you will have the passion. اذا بس المصاري ما راح يجي لك مردود منك.
هلا الثاني سؤال اللي بيسال الواحد، طب وات، طب شو بدي اكتب؟ هلا انا بدي اكتب موضوع علمي ولا بدي اكتب مثلا فيكشن؟ ما انت على حسب الهامك مثلا. هلا اذا انت حابب عندك ثقافه معينه حابب تكتب عنها تخليها لاجيال بعدك، هل انت حابب هذا؟ انت بتحدده، هذا بقى انت والالهام. عندك قصه براسك صار لفتره هيك عم تفور وحابب انه يعني تطلع وتكتبها وتصير على ورق، هذا شيء شخصي. بس بيختلف بقى نوع الناشر اللي بتختاره، لانه اذا بدك تكتب كتاب اكاديمي انا بنصح انه تروح مع ناشر، تاخذ الوقت تكتب وتعمل بحث طويل عريض وتروح مع ناشر، لانه فيها كريديبيليتي اكثر. اوكي، لما بتنشر كتاب فيه مع يعني علمي، وخاصه اذا بدك تعطيه مثلا لطلاب بالجامعات او تحطه مثلا هذا الكتاب بكل بأوروبا، وهون حتى موجود بعدد من الجامعات بالمكاتب بالجامعات. فإذا بدك لازم يكون عن طريق ناشر، لأنه ما رح ياخدوا كتاب سيلف ببلش ليحطوه مثلا بالجامعة للطلاب تدرسه. هلأ نيجي على موضوع تاني اللي هو النشر سيلف ببلشنج. إذا أنت عندك قصة وحابب تنشرها بس ما حابب، إذا حتى نوع الببلشنج بيأثر على مستقبل الكتاب. طبعاً. وين الماركتينج بيصير له؟ فمثلا اذا انت حابب عندك قصه وحابب مثلا تنشرها بس ما بدك تستنى، يعني هذا الكتاب اخذ معي بعد الدكتوراه، يعني بعد 4 سنين بحث وسنه كتابه رساله والسنه للاديتنج لحتى يصير بهالوضع، هذا بياخذ يعني 5 سنين، اخذ معي 6 سنين. بس اذا انت حابب انه وما اخذت كثير عليه كمان فلوس، يعني مشان مع انه عم ينباع بس الرويالتي بتروح اكثر للناشر. هلا اذا انت حابب تنشر انت نفسك وما جاب لك تستنى مثلا سنوات، عندك موضوع والموضوع بيبيخ بعد احيانا فتره وحابب تنشره. مثلا انا هذا الكتاب كمان لما كنت حامل بابني الاول راين، حبيت انه اعطيه شيء هديه مني، كنت لسه يعني كان هو ما اجى على الدنيا، ورحنا على يعني هيك قصه بسيطه. انا بحب كثير الحيوانات جدا، وبحب الاطفال، وبحب الايميجريشن والانتجريشن، اوكي، تعايش الحضارات والاشياء هاي. رحنا على اليونان، وبالصدفه بلاقي انه باليونان لحتى تطلع بسانتوريني بدك تاخذ، هي مدينه كثير هيك بلده كثير بتاخذ العقل باليونان، بدك تاخذ الحمير، تركب الحمير بتطلع لفوق، وحسيت انه عم يتعذبوا، يعني حتى انا رفضت انه اخذ الحمار، طلعت انا على الدرج وتعذبت انا، بس كثير زعلت عليهم. فلما رجعت من شهر العسل كنت حامل براين، هي تاني كتاب كنت عم بكتب بنفس الوقت تقريبا، اجتني فكره انه بدي اكتب عن هذا الحمار المهاجر. وانا دائما بفكر، دائما بهتم بقصه الهجره، انت بتعرف انا قديش بهتم بقصه الهجره والمهاجرين والنيو كامرز ومساعد اللاجئين. فهي الفكره اجت عن هالحمار هذا اللي هاجر وقديش تعذب لحتى يقدر تو انتجريت ان هيز نيو سوسايتي. وهديتها الحقيقة كان الإهداء لراين حتى قبل ما أتعرف عليه. هلأ هون بقى الموضوع بالسلف ببليشنج، رح بدي لاقي إنه كيف بدي أنشر هذا الكتاب. أنا بدي أنشره بسرعة قبل ما أولى، وحابة إنه ما يعني ما كتير عقد الموضوع. عملت بحث إنه وين بدي أنشره، فلقيت عدة مراكز للنشر سلف ببليشنج بهداك الوقت، نحن عم نحكي على 2011. واحدة منها اسمها lulu.com، طلعت عليها، أوكي قريتها ما في مانع. واحدة تانية كانت بهذاك الوقت create space بتصور اسمها .com، create space تابعة على أمازون، وكان بهذاك الوقت يعني موضة الكندل، فأنا كتير كنت عم بقرأ كندل بهذاك الوقت. فقررت إنه طالما أمازون كتير عم ياخد حيز بالقراءة وبنشر الكتب، وأوريدي عطوني شغلة عجبتني، إنه لما تروح على create space وبتنشر كتاب، هذا الكتاب فوراً بينحط على الأمازون، فيعني بيختصر الوقت على الشخص اللي هو عم يكتب هذا الكتاب. فلقيت هلا هون المسألة اللي كانت صعبة شوي، لما بتنشر أنت لنفسك بدك تلاقي حدا يعمل لك غلاف، أوكي، بدك تعرف تكون بالجرافيك ديزاين شوي. أنا ما بعرف بالجرافيك ديزاين أي شيء. بالصدفة رحنا كنا مجموعة، يعني كنا عاملين مثل مركز فلسفي ثقافي، صالون كنا مسمينه صالون ثقافي.
فكانت في شخص كتير عزيز عليه، هي رسامة اسمها شيري أبني جيلا، عايشة كانت ببروكسل وبتنتقل من بروكسل لفرنسا. فأنا قلت لها شو رأيك نعمل هذا الكتاب سوا، أنت الإلوستريتر وأنا اللي بكتب القصة. قالت لي أوكي. فهي اللي رسمت الرسم هذا كله، وهي اللي عملت كل الجرافيك ديزاين والتصميم من الداخل. يعني أنا كنت أبعت لها التكست، نحن اثنين اشتركنا، ما بعرف إذا واضح تصور واضح نحن مثلا اثنين اشتركنا. فهذا كله أنا ما بعرف أعمله هذا. هلا في طريقتين، أنا كنت محظوظة إنه تعرفت على هالشخصية هي اللي جرافيك ديزاينر وارتست بنفس الوقت رسامة مشهورة هي. فهي اللي ما عملت هذا الغلاف واشتركنا نحن سوا، كنت محظوظة أنا بهالموضوع، لأنه كان ممكن اطلب من نفس كرييت سبيس انه يعملوا لي هن الجرافيك ديزاين، بس وقتها كان في فيز عليها ياخذوها هن. اذا بس معلش بدي طبعا انا حطيت الويب سايت للي حابب يدخل عليه، كرييت سبيس هي هون، وهي لولو دوت كوم، بعرف اذا السبيلنج صح، لولو دوت كوم مزبوط. حاعطيك واحده ثانيه كمان حطها. اوكي اسمها هي هون بفانكوفر للي حابب انه يشوف يعني بكنديه. يا سيلف ببلشنج بفانكوفر اسمها فرايزن بريس، FRIESEN بريس. هي صديقة لي هلأ عم نشرت كتاب معهم عن جديد. أوكي يا وجدتها، هلأ حطها برضو للجمهور. طبعاً هدول المواقع اللي بيعملوا سيلف ببليشنج، إحنا حكينا الآن عم نحكي عن السيلف ببليشنج. الدكتورة ربا حكت في البداية عن الببليشنج with publishers، حكت شو ال الطرق والأساليب وكيف ممكن. هذا النوع الثاني اللي هو أسهل شوية، حتحكي لنا مور ديتيلز. طبعا محمد تميمي بسلم عليك، يقول لك كلامك كتير حلو يا دكتورة، أحلى شيء أنك بتحكي بروحك، وأشكرك على قيمة ما تقدمي وتعطي بإحساس. شكرا طبعا، لأن أصلا الدكتورة عم تعطينا خبرتها من سنوات بتلخص لنا إياها فيها الساعة عشان نستفيد منها بدل ما نروح نعمل سيرش. ممتاز. هلا هون الموضوع اللي عفوا تفضلي، بدي اعرف شو الفرق، يعني شو الديفرنس بين السيلف ببلشنج والببلشنج مع ببلشر. حاصل هلا السيلف ببلشنج بيكون اسرع، يعني هذا مثلا بخلال 5 أشهر 4 أشهر من بين ما رسم وكذا بيطلع فورا، هي واحدة. ثاني شيء انه انت ان كنترول، يعني مثلا هنا بسموها برنت بي وين برنت، يعني مثلا انا ما حدا بيضطر يدفع لهذا الكتاب، ما بضطر انا اشتري 1000 كتاب يضلوا عندي بصناديق لحتى نقدر وزعها. بقدر مثلا الشخص اللي بده يشتري الكتاب على الامازون بيروح بيشتري الكتاب وبس بينشر الكتاب بينطبع، فانا الفي الرويالتي ما بدفعها غير عند الطبع. يعني هنا ما بياخذوا مثلا رويالتي مني. عفوا ما عم بسمعك يا دكتور. من اللي شرى الكتاب، يعني لما بيشتري بتدفعوا لك، لما بيش أيوة بيدفعوا لي وبياخذوا هن الجزء طبعا على البرينتينج. ما بضطر انه ادفع على البرينتينج قبل ما ينشر الكتاب، هاي بسموها برينت اون ديماند، يعني بس بينطبع وقت في حدا بده اياه. الطريقه الاولى لازم تكون انت دافع على عدد معين من النسخ، بتكون دافع عدد معين، يعني بيكون عندك مينيمم رويالتي، مثلا بتكون مثلا دافع $500 مشان يطبعوا لك 1000 نسخه، يعني في دائما مينيمم بدك تدفع. فهذا فرق بالاثنين، هذا print on demand والرويالتي كتير قليلة. مثلا الرويالتي مع الكتاب هذا كتير كبيرة، يعني ما بقول لك شيء. الرويالتي كتير قليلة بهالسيلف ببلشنج بوكس، يعني نحكي مثلا نسبة من الكتاب الأول اللي انت طبعتيه عن طريق الببلشر كنت تاخدي مثلا 50% منه، ولا 50% ولا 30%، 30% واللي عم تطبعيه عن طريق الامازون هذا 60% 70%. اوكي هلا انا عفوا بس بيصلح بس معلومه بسيطه، كرييت سبيس اتغيرت بس حتى نكتب لهم للناس المعلومه مزبوطه. هلا صار اسمها انا دخلت على الموقع موجود، يعني ايه بس هلا صار اسمها شيء ثاني، هلا ما عاد كرييت سبيس، اسمها شيء كندل ببلشنج. اوكي اول سيرش فور ات Kindle Direct Publishing. Yeah, اسمه صار Amazon Kindle Publishing. Yep. Direct Publishing. Yes. أيوه. هن سهلوها يعني. فهلأ صار حتى هلأ هون بقى النقطة الثانية، ليش تعمل كتاب كمان؟ شو نوع الكتاب؟ هذا السؤال اللي بعده بقى، شو نوع الكتاب اللي بدك تعمله؟
هل حتعمله ورقي يبقى هو حتعمله ديجيتال. انت بتتحكمي ولا امازون بهذه الطريقه؟ لا انت بتتحكم. اوكي انت بتتحكم. فاكثر من السيلف ببلشنج يعني عفوا اكثر من الببلشنج مع ببلشر. ببلشنج مع ببلشر بده يطلع ورق. اللي انت بتتحكم فيه هل انت بدك اياه هارد كفر ولا مثلا هارد كفر ولا بدك اياه سوفت كفر مثل هذا. اوكي بس هذا هو الفرق الوحيد. يعني انت مقضي عليه 5-6 سنوات من عمرك احط لك هارد كفر. بس كتاب مثل هذا مثلا عملته سوفت كفر وبعدين اسهل للاطفال لانه كتاب للاطفال. كتاب من عمر انت بتحدد بقى العمر كمان لما لما بتعمل على الكندل وعلى الامازون وعلى كرييت سبيس انت سيلف ببلشنج انت بتحدد شو العمر اللي بدك اياه. مثلا ممكن انت تكتب هذا العمر من سن 5-6 هذا من عمر كذا كذا هذا هي القصة اللي بتحكم فيها بتحكم بشيء ثاني كمان. دكتورة معلش سوري في مراجعات داخلية هل بيراجعوا لك ولا اللي انت بتحطيه انت مسؤولة عنه؟ ممكن انت تطلب من شخص يراجع لك يا كإنجليزي. لا لا قصدي مثلا انت كاتبه شغلة سياسية انت كاتبه شغلة مثلا هذا للأطفال كاتبه شغلة improperate يعني هل هم لا ما في مراجعة. اوكي طبعا السيلف ببلشنج اقل المراجعه فيها. لا ما بعرف اذا صار في بس بتصور اذا صار في كومبلينت اذا حدا مثلا قال في شخص فلاني كذا طبعا بيوقفوا بيجمدوا الاكونت لحتى يعملوا انفستيجيشن تحقيق ما طلع فيه شيء بيفتحوا لك اياه وبتمشي الامور. بس بدي اقول لك على شغله كمان على الببلشنج اذا كان بالاثنين اذا كان بالسيلف ببلشنج او الثاني في عندك هذا الرقم اللي بسموه بتصور يسموه ISBN. يس خلينا يس هذا ISBN لما انت بتنشر مع ناشر هو بيعطيك اياه دغري الرقم. لما بتنشر انت بنفسك في عندك الرقم هذا نفسه ممكن انت تاخده عن طريق الامازون لما بتنشر انت او انه تشتريه من حدا ثاني مثل بروكر يعني مثل عميل ليعطيك الرقم هذا وكيل يعني وكيل. وهذا مكلف ولا حسب نوع الكتاب؟ لا على حسب نوع الكتاب على حسب كم صفحة على حسب الهارد كفر تبعته هاي ما إلها هذا ببلاش على فكرة هذا الرقم الكتاب أنت بتصير تكلفته كم صفحة في طبع هل هو ملون أو مو ملون هل في جرافيك كتير أو لا على حسب الجرافيك إذا عندك كتير جرافيك بيصير أغلى الكتاب لوجهتك يعني. يس أوكي الشيء الثاني اللي كان بدي اقول لك عليه ورق او ديجيتال. هلا الحلو بالموضوع بهالكتب هاي دغري بتصير ممكن تطلب السيلف ببلشنج ممكن فورا تطلب انه بدك اياه ديجيتال. يعني عم شوف سام هون حاطط حنسالك السؤال هذا لانه سؤال مهم جدا يعني اعتقد سام بتحبي تخلصي من نقطتك وحنكمله طيب فبس لحتى اخلص على هالنقطه هاي انه بهالكتاب هتقدر تطلب من الناشر انه ينشر لك اياه عن طريق الديجيتال يعني دغلي كندر مثلا تقدر تقرا. هلا الحلو بالموضوع للي بده يكتب باللغه هلا السؤال اللي بعده شو اللغه اللي حابين تنشر فيها عربي ام انجليزي ام حابين عربي وبعدين ترجموا لانجليزي هاي حنرجع لها بعد سؤال سام هاي مهمه سؤال. جدا لانه سؤال سام طيب لانه سؤال سام بيفتح لنا المجال هاي بقول لك لماذا الشعوب العربيه غير قارئه هل تعتقد يعني الانترنت هو البديل الواقعي للشعوب العربيه عن القراءه بما معناه يعني انا عارف قصده سام للاسف الناس كتير صارت spend more time على الانترنت تترك وقتها يضيع في الانترنت بقعد على الفيسبوك 5-6 ساعات ومش مستعد انه يجلس على كتاب ساعة وهذا واقع يعني الشمس لا تغطى بغربال احنا لسنا شعب اقرأ الان بس ما رأيك يا دكتور انه مش بس من هلا اذا بتطلع على الاستاتستيكس على الاحصائيات اللي كانت من قبل ما يصير الانترنت يعني حتى من قبل ما يكون في عنا قصة الانترنت أخذ هالموقع هذا كله بالقراءة عم أقول لك الشعب العربي كله يعني الوطن العربي كله بينشر أقل من أصغر بلد بالاتحاد الأوروبي بالسنة فهذا الشيء كان حتى من قبل الانترنت مش قارئ مش قارئ مش كاتب ولا قارئ حقيقة الشعب العربي وعلى فكرة هون عندهم كمان مشكلة يعني خاصة بالمجال الأكاديمي اللي أنا فيه بيسمونا هلأ نحن يعني وقت كنت بروفيسور بالجامعة
كانوا يقولوا لنا نحن a nation that publishes but doesn't read، يعني ننشر ولا نقرا. ليه؟ لانه صار في كتير ضغط على البروفيسوريه بالجامعه انه انشر انشر انشر، يعني لازم اذا ما نشر بكل سنه مقاله او كتاب او شيء اكاديمي ما بيقدر يكمل كبروفيسور. فصار في مثل ما تقول بيقرا هيك تصفح سريع، بياخذ الاشياء اللي بده اياها مشان يعمل كتاب وينشر، بس ما بيقرا بعمق. فهي مشكله. وعندنا صار ضغط شديد هلا بسبب الانترنت، كثره المعلومات، يعني من كل جهه صار في معلومات، ما تعرف يعني شو بدك تقرا. بس انا بنصح فعلا على الجميع، يعني ولو يعمل لحاله مثلا استرخاء قبل النوم، انه ما يقرا الفيسبوك او يقرا الهات، بس ياخذ مثلا كندل. هلا صارت اذا بتحب الديجيتال يعني ياخذ كندل. هلا هذا اللي بدي احكيه، انه كندل صارت عندها امازون، صارت تقدر تنشر باللغه العربيه، في كتب هلا باللغه العربيه تقدر تقراها، في كتب بلاش، في كتب مدفوعه، وفي كتب ديجيتال باللغه العربيه وتنشر وبتقرا. عفوا ما الصوت يا دكتور. اللي ما بيعرف شو هو كندل، هو عباره عن جهاز زي الهاتف، زي الهاتف الخلوي، اكبر شويه، بكون هو استخدموا فيه تقنيه اسمها اي انك، الحبر الالكتروني، لانه ما بتاثر على العين اكنك بتقرا كتاب بنفس الطريقه. هي عباره عن شاشه بتكون طريقه العرض فيها مريحه للعين، وطبعا بتشتري انت كتب او بتستعيرها حسب ما بدك عن طريق الامازون، لانه هي شركه امازون هي صاحبه هذا. فهم اخترعوا طريقه ذكيه انهم كيف تببلش دير بوكس، يعني هو دخلوا بحر الببلشنج، فقال لك لا ليش ما نسوي جهاز احنا، وجهازهم فعلا دخل العالم. اعتقد دكتوره ربا انا عندي واحد بس فوق، اي هاي عندي واحد هون جنبي، قلت لحالي بس لورجيه. يعني مثلا هو هيك مثل كتاب صغير، حلاوته انه لما بتفتح الضوء، شايفه خلص البطاريه، اذا بتفتح الضوء الاضاءه مش مثل السيلولر، مش مثل التليفون. يعني بمعنى اذا انت طلعت بالشمس وحابب تقرا، انت قاعد هلا الطقس حلو مثلا برا، تقدر تقرا بدون ما تنزعج مثلا بالشمس برا، ما بتقدر تشوف السيلولر، بس عن طريق الكندل بتقدر كانك عم تقرا كتاب عادي، تتصفح هيك. وهلا بالعربي موجود صار. وهي هاي تكنولوجي باي ذا واي، يعني استفادت منها امازون، هاي الشغلات اللي نحكيها، يعني الاستاذ محمد تميمي بيحكي عن رياده الاعمال هون، كيف استفادت من اختراع اللي هو الاي انك، اللي ما كان حدا متوقع انه حدا حيستفيد منه، لانه كنا بداخلين في موضوع الديجيتال فونز وطريقه الاستخدام الديجيتال فونز. هم رجعوا ورا، الناس كانوا متوقعين انه الكندل ما حد حيستخدمه، لانه هم رجعوا بالشاشه الى بدائيات الشاشه، بحيث انه ما تاثر على العين، ما يكون فيها الالوان، ما يكون فيها فعلا استفادوا منها. ابيض، هو اسود وابيض، يعني ضربوا عصفورين بحجر هم. طب بدي اقول لك كمان على شغله، على سؤاله كمان للاستاذ اللي هلا سالنا سام، كان بدي كمان جاوبه على شيء. طبعا تحيه من هون لسام. بالوطن العربي عندنا كمان مشكله، ان هي سياسيات، ما في عندنا سياسه ممنهجه لمساعده النشر والناشرين. يعني مش بس العيب على الناس كمان انه هي ما بتقرا او ما بتستفيد، بس ما في سياسات لهالموضوع هذا معين. يعني ما عندنا مثلا للجامعات او للمكاتب يعني سياسه معينه كم كتاب لازم ينتشر، ما عندنا سبسيديز، مساعدات ماديه للنشر، ما عندنا حتى بكميه كبيره اللي بسموهم دور النشر والمدير النشر. عندنا بعضهم طبعا في مكاتب فظيعه، يعني خاصه بمصر وبلبنان عندنا دور نشر معروفه وكتب يعني رائعه عم تطلع، بس غالبها الاغلب بيكون بسموها توزيع وطبع، منه بيكون مدير نشر. وهو بيختلف هون الموضوع، يعني مدير النشر بياخذ الكتاب من اوله لعند، يعني مثل بياخذه هيك بايده وهيك بمشيه لعند نقطه التوزيع، بس بيكون حتى من اوله، من بدايه الفكره للنهايه اخر هيك متسلسل. تفضل كملي كملي. هلا في دار انا لا بس بدي اعلق على هاي النقطه قبل ما تطلع. توقعي يعني انا متوقع، يعني احنا كلنا درسنا، اللي درس في الدول العربيه عارف طريقه الادوكيشن التعليم. يعني ما كان عندنا تحفيز على قراءه الكتب، يعني لما كان يجي يقول لك مثلا اقرا، كنا نقرا هاي القصه مثلا في كل السمستر، نقرا قصه واحده عشان نخلصها، ما كان عندنا في تحفيز. واتوقع انه القراءه لازم تبدا من الصغر، يعني لازم يكون في تحفيز من الصغر،
وهذا اللي بشوفه أنا الآن في المدارس هون، بخلوهم يقرأوا بوك every single week ويعمل عليه review و و و. فأتوقع هاي اللي بتعمل اللي هي culture أو ثقافة. والله يا دكتور معك حق، وذكرتني بشغلي هلأ. أنا إذا بتقلي شو يعني ذكرى الأولى لأول كتاب قريته، لهلأ بتذكر إنه الوالد كنا بالسعودية بالرياض، أخذني كان عمري 7 سنين على المكتبة، وما بتعرف ما كان عندنا هناك يعني ما كان عندنا بالدول العربية أصلاً يعني قصة المكتبة مو مثل هم مهتمين فيها وبلاش ومكاتب عامة، كانت مكتبة خاصة يعني تبيع كتب. أنا أزهلت يعني طبعاً بشكل كم كتاب كان هيك المكتبة، يعني حسيت حالي كتير صغيرة 7 سنين. قال لي اختاري الكتاب اللي بدك إياه. أنا كنت عم بقرأ أوريدي يعني، كنت لأنه الوالدة كتير بتهتم بالدراسة والوالد، فاشتريت أول كتاب إلي. يعني بتذكر إنه هاد قديش كانت هيك ذكرى يعني لهلا بتذكرها، كيف رحت واشتريت كتاب وكان أرنست هيمنغواي. وقال لي وقت الوالد قال لي هذا كتير صعب الكتاب، كان الشيخ والبحر. فقلت له لا بس حاببته بدي إياه. قال لي هذا اللي بدك إياه ما رح تقدري تقريه صعب. قلت له لا بدي اياه ورح اقرا. قال لي طيب لا شوف عملنا مثل تحدي يعني انه قديش بياخذ معي الوقت لاقرا. انا يعني ذهلت قديش حبيت القصه بخلال يمكن اسبوعين كنت مخلصه الكتاب. ما صدقني صار يسالني اسئله فيه انه مشان يمتحني انه فعلا قريته ولا لا. ومن هون صار كل اسبوعين كتاب، كل اسبوعين كتاب. عندي لهلا كتب جبتها حتى معي على كندا، أرنست هيمنغواي مجموعتها كلها، كنت احب كثير القصص البوليسيه كلها كانت موجودة عندي. يعني عندنا مجموعة حلوة من الكتب. يعني هو هاي البداية، هو الأهل والولد يعني. كتير قارئ يعني كان. الله يرحمك. طيب نكمل. أيوة. بدي أقول لك هون على موضوع مهم اللي بده ينشر بالعربي بالدول العربية. الوالدة كتبت هالكتاب هذا اسمه الأميرة البشتونية معصومة من جبال أفغانستان إلى سهول لبنان. ماما اسمها غادة غنطوس. هلا هذا الكتاب هو يعني سيره ذاتيه يعني عن حياه شخص، حياه العائله، قصه عائليه. لما اجت كتبت هذا الكتاب كان كمان ب 2012، يعني هيك كانت سنه كثير، نحن سنه كتابه للكل. يمكن لانه كنا بالبيت وانا كنت حامل باول بيبي وما عندنا شيء غير نكتب. فهذا الكتاب لما كتبته هي ما بتعرف تكتب بسرعه على الطابعه وبالعربي. أنا بعرف أطبع بسرعة ولكن الإملاء عندي ما كثير منيح، والقواعد إيش بسموها الإعراب وهالأشياء هاي بالعربي ما كثير منيح. هي موجهة لغة عربية، فقعدت جنبي. كانت صور هي كتبت هذا الكتاب كله كتبته على ورق بإيدها، فقعدت أنا وياها سوا يعني ساعات كل يوم مثلا 3-4 ساعات أطبع لها إياه. هي تقول لي، هي تقرأ الموضوع وأنا أطبع لها، بس هي بعدين تاخذ الورق وتشوف شو الغلطات اللي انا عملت لها اياها، طبعا غلطات املائيه وغلطات قواعد وغلطات نحو وكل هذا ونقحته. فهذا بقى هون شغله مهمه نحكي عنها اللي هي الاديتنج. اوكي، الكتاب لازم كثير يعني تصور، بيقولوا انه 40% من الكتاب رايتنج، 60% الاديتنج التنقيح، تنقيح وترجع عليه وتشوف انه مزبوط الاملاء ان كان انجليزي او كان عربي. هلا للاشخاص اللي ما عندها قدرة لا تنقح لا عربي ولا إنجليزي، وخاصة هون بيحكي بالإنجليزي، ممكن جداً أن يستخدموا مواقع إلكترونية مثل freelancer.com. ما بتكلف كتير، ممكن تلاقي editors عليها تدفع لهم عن طريق الإي-ترانسفير، لأنه فيه هي سيستم النظام الريفيوز بتعطي نجمات وكذا. فممكن تشوف أي شخص كم نجمة صار آخر، كم تعليق ريفيو صار آخر، خد الأشخاص اللي في عندها ريفيوز كتير وبتدفع لهم مبالغ كتير بسيطة يعني، وبيعملوا لك إنن تنقيح إن كتاب عربي أو كتاب بالإنجليزي. فهي عن قصة هلأ وين بدنا ننشر الكتاب بالوطن العربي؟ قلت لك في بس عندنا كم دار نشر معينة. أنا رحت للدور النشر اللي هي معروفة بلبنان وبمصر. بهذاك الوقت ما حدا رد علي، يمكن كان وقت الإيميلات تعرف كانت لسه جديدة، أو بيجوز لأنه تعرف لما بيكون دار نشر كبير يعني ما بيتعامل غير مع أسماء معروفة يعني أسماء مثلا. حتى لحد هلأ دكتورة في ناس تواصلوا ما في للأسف. يس يعني مثلا أسواني اللي كتب عمارة يعقوبيان، يعني هاي الأسماء يعني بيتعاملوا معها. فأنا بالصدفة كنت ببروكسل
قبل فترة وتعرفت على كاتب مشهور كتير، كاتب عراقي، كنا نعمل لك صالون ثقافي، فكنا نجمع الفنانين العرب، كنا نجمع الموسيقيين والفنانين والكتاب، فاسمه علي بدر. فعلي بدر من الكتاب الكتير معروفين، يعني كاتب أكثر من كذا نوفل، أخذين برايز، أخذين شو بسموها برايز، جوائز بالكتابة. فبس فأنا رجعت دقيت له تليفون بهذاك الوقت، عفوا يا دكتور أنا بس ما بعرف وين حطينا الأفون. فبهذاك الوقت دقيت له تليفون، قلت له صديقي علي أنا بحاجة لمساعدة، عم نحاول إنه أنشر الكتاب، عم نحاول ننشر هذا الكتاب الوادي، بس ما عم نلاقي، يعني ما عم بعرف كيف أوصل للناشر. قال لي أنا رح حطك مع ناشرة نشرت لي أنا كتاب إلي، واحد من كتبي أو اثنين حتى، باسم دار العين. دار العين بمصر، بالإسكندرية إذا ما كنت غلطانة. المهم دار العين بالنشر، اتصلت أنا مع مديرة النشر، إنسانة رائعة راقية اسمها فاطمة البودي، يعني ببعث لها أكبر تحية من هون، نحن لسه على اتصال معها وبتمنى يوم من الأيام نجيبها على كندا. عندها دار نشر رائع. فقلت لها يا أستاذ فاطمة كذا كذا كذا، هي طلعت على الموضوع عجبها، قالت لي مكتوب بكتير طريقة ممتازة وما في أخطاء، ويعني مكتوب مبين بأسلوب شخص يعني ما موجه بلغة عربي، فمكتوب بطريقة كتير مظبوطة. بس قالت لي الكتاب هاد مش ما رح يتسوق بسهولة معنا. ليش؟ الموضوع قالت لي نحن ما عنا ناس بتقرأ، واللي بيقروا عادة لكتاب معينين بيلاحقوهم، وما بنعرف الكاتب، فرح يكون كتير صعب عليه يسوق. ففي طريقتين، ما عفوا مو في طريقة، هي قالت لي في طريقة، قالت لي إنه نحن ما ناخذ ريسك نحن للتسويق، يعني بكلفة $1,000، هي أنا رح أقولها بشفافية لحتى إذا في حدا بده يعمل كتاب ياخذ من الآخر، يعني وقتها هلا ما بعرف قديش رح يكلف، ممكن تكون اختلفت، يعني صار هي من 2012 عم نحكي، قالت لي بكلفة، أيوة، وعلى حسب كمان حجم الكتاب وعلى حسب كم صورة. وهون نحن ما تعذبنا كتير بالكوبي رايت، لانه اذا بتشوف عندك كل هالصور هي موجود، يعني كل هالصور هي صور عائليه، عرفت شخصيه، يعني هي كلها مثلا اتاتورك مع الملكه سوريا، هي مأخوذة عن طريق جدي، فكل الصور هي نحن عملنا اياها بصندوق العائله. فقالت لي ما في كوبي رايت شو، بس انه ناخذ $1,000 للتسويق وبيكون عليكم انتم، يعني الطبع ل1000 كتاب. انا قلت لها اوكي، وماما كانت حابة إنه تطلع الكتاب، ما حبينا نستنى كتير، لأن يعني هي الطريقة الثانية كان إنه تحط كتاب واحد تنشره وبعدين حدا يتبناه، وهي ما بعرف قديش بقى ممكن تأخذ وقت. فقررنا لأن إحنا عمل نحنا هالأسلوب هذا، فعلاً انتشر الكتاب وكانت رائعة، يعني معنوه بعثت لنا إياهم لكندا، أخذنا بعثت صندوق كامل من كتب لكندا، فصار علينا نحنا هون بقى النقطة اللي بعدها تسويق، وصلنا لنقطة التسويق. كيف نحن بالوقت يا دكتور؟ ما بدي كثير، معنا كمان 10 دقائق. يس طيب، لنحكي لك كان بموضوع كيف بتسوي بقى. هذا مهم. انا بس قبل ما تدخلي في التسويق، الاستاذ محمد تميمي بيحكي، اسمحوا لي اتدخل في الاجابه. الحقيقه ان الكتاب هو مرحله متقدمه للحضاره والامن الاجتماعي والاقتصادي. هنا نتحدث عن الكتاب عند المجتمع ككل وليس الامر الفردي. وحين ينتقل العربي من مكان إلى آخر يحمل معه ممارساته التي تربى عليها بسبب الظروف التي لم يغير طباعه بها. بالمناسبة يقال أن أكثر شعب يقرأ هو الياباني والصيني، وهناك العديد من شعوب العالم مثل العرب ضعيفين في القراءة. طب هاي حلوة، بتعرف على قصة الصيني اليوم كنت عم بقارن أنه كم قديش في ببليكيشن بين الدول العربية والدول الثانية. طب نمبر 1 طبعا يمكن لانه عددهم اكثر، بس الصين بينشروا 440 الف كتاب بالسنه. هي يعني هيك معلومه عن الصين بس مقارنه مع 40 الف كتاب. بس معلش، هم يعني الشعب الصيني، الشعب السوفيتي بدي احكي بشكل عام، انا عاشرتهم، تلاقيهم واقفين بالباص او بالمترو بكون ماسك كتاب ما بضيع وقته بقرا. يعني الان يعني ممكن صارت تغيرت مع الديجيتال، الله اعلم. حنحكي، تفضلي. اوكي، فهلا على التسويق، نسأل بقى لمرحله التسويق. هلا انا في كتاب ثاني بس حابه كمان، هذا بعد ما كتبت الكتب هذيك حابه احكي عن التسويق بهالكتاب. هذا اخر كتاب كتبته، كتاب اطفال رقم 2. حسيت انه بكون يعني
أخذت من حقهم لبناتي إذا كتبت كتاب هديته لراين وما هديتهم إلهم كتاب. فوجدت بوقتها بالصدفة، يعني صدفة سيئة بس أحيانا شيء سيء شيء منيح بيطلع من شيء سيء، اللي هي قصة اللاجئين السوريين ب 2015. تعرف أنت كتير كمان مثلك إن إحنا كتير اشتغلنا هون مع النيو كامرز لما إجوا، فعملنا سبونسرشيب لكذا عائلة سورية، ومحدة من هالعائلات هي كتير أثرت فيه، يعني حكايتهم كتير أثرت فيه، وخاصة إنه كيف وصفوا لي إنه اضطروا إنه يركبوا على الأحصنة والحمير والجمال هيك لحتى يطلعوا من درعا للبنان، تصور مشي مع الأطفال. ولما وصلت السيدة أنا كنت بالمطار بهاللحظة، شوف أنا having goosebumps. لما وصلت السيدة للمطار كانت مرهقة جدا، يعني صار من لبنان لتورونتو، من تورونتو لأوتاوا، وما قالوا لهم إنه راح يكون في سبونسرز لهم، ما فهموا هالموضوع هذا، ما بيحكوا غير عربي. فلما أنا وصلت على المطار وقلت لها، فهي شو سألتني لما عرفت أنا بحكي عربي؟ أول سؤال سألتني قالت لي نحن وين رايحين هلا؟ على الأوتيل، هي مفكرة إنه لسه في مرحلة تانية للسفر. فأنا كتير يعني زعلت عليها، يعني قديش هي مرهقة وتعبانة كانت مبين. فقلت لها بالعربي، قلت لها لا أنت رايحة لبيتك، you're going home. فهي يعني من المواقف اللي كتير لهلا لما بحكي عنها بتشوف يعني بأشعر بدني. حلو فعلا إنك تحس إنه عطيت لواحد أخيرا بعد إرهاق شديد يعني يروح على بيته، تاخده على بيته. فهذا الكتاب كان منبعه هالفكرة هاي. فهذول الاثنين، أنا بحب الحمير كتير، وعرف وفي سانكشوري للحمير أنا أي دونيتور. فهذول القصة عن هالأحمرتين الأختين اللي اضطروا يهاجروا كلاجئات، وهيك حتى يعني رجعوا مع أهلهم بالأخير، يعني عملوا سبونسرشيب للفاميلي فرجعوا كلهم مع بعض. حلو، فكرة حلوة. فهذا الكتاب هديته لبنتي للتسويق لهذا الكتاب. انت بدك تكون لما انت بتعمل سيلف ببليكيشن هي لاي شخص هلا عم يتفرج علينا وحابب هو يعمل نشر شخصي لاي كتاب له، في جزء كبير من البروموشن والتسويق عليك، اوكي؟ غير الكتب اللي مثلا بتكون مثل الكتاب الاولاني اللي ورجيتك اياه، مثلا هذا الكتاب اش كيت، هي بتعمل له تسويق، هي مريحاكي بالموضوع، ايه، وهي بتحطه على امازون، هي بتحطه. المشكله انا بلاقي انه احيانا الكتب بتطلع كثير ورا بعضها، يعني اشكيت مثلا بعد كتاب بتلاقي كتاب ثاني طلع، بعدين بتلاقي كتاب ثالث، فهي بتشوف انه كتاب اتراكتد اكثر، يعني مثلا بتشوف انه والله في 300 نسخه راحت من هالكتاب بسرعه، بينسوا الكتاب الاول وبينسوا البروموشن تبعه، بيصيروا يركزوا على الكتب طبعا اللي بتبيع، لانه بالاخير الناشر، وهي مهم الواحد يفهمها، الناشر هو بزنس، دور النشر بزنس، يعني bottom line is how much money we can make. Okay. فإذا بتاخذها كبزنس هنا عم يطلعوا عليها كتسويق، هل هنا حيطلع له مردود؟ قديش حيخطوا مجهود ليطلع له مردود؟ فإذا الكتاب تبعك يعني لا أنت كاتب مشهور ولا أنت best seller first or second best seller، ما رح يحطوا لك الجهد الكافي. بالself promotion أنت بقى الاختيار لك كيف بدك تعمل البروموشن. يعني انا كثير عملت مثلا بروموشن فيسبوك، بروموشن عملت له فيسبوك بيج، عملت له وين ما رحت مثلا، صرت حتى الحقيقه هي هديه، انا بهديها لكثير كثير ناس مناسبات معينه اذا عندهم اطفال بعمل لهم اهداء. انا بعتبرها احلى هديه، يعني واحد عم يعطي شيء من نفسه، من قلبه، من عقله. فالبروموشن صار انه مثلا اذا رحت انا على في اسمها شو اسمها تبع الريفيجي 613 او كاثوليك سنتر اوف ايميجرانتس، كانوا كتير يعملوا ب 2016 2017 2018 كانوا يعملوا كتير اعمال مهمه. طيب دائما روحوا اعطيهم الكتاب ويعملوا لي يعني دعايات وهيك شيء، فانت يو ار يور اون بابليكيشن، يعني بدك تكون انت مو خجول انك تقول للناس انا عملت كذا، اعملوا لي ريفيو، بليز حط ريفيو، بليز حط لايك، بليز باي، اللي هو الماركتينج، انت بدك تسوي الماركتينج. اوكي. طب هل في صعوبه في بيع هذه الكتب ولا حسب سعرها وحسب على حسب سعرها؟ هي كثير مهمه القصه اللي هلا انت مين بيحدد السعر بالسيلف بابليكيشن؟ هن بيعطوك حد ادنى، اوكي، ما بيعطوك حد اعلى، بيعطوك حد ادنى بس بيعطوك كمان ريكومنديشنز،
اوكي. انا بنصح اي واحد هو عامل يعني هو سيلف ببلشنج انه يروح يشوف شو الاسعار الكتب المناسبه بالشكل أوكي. بالمضمون بكذا، وياخذ يعني مثلا هذا الكتاب انا حطته على امازون 10 دولارات يعني مغالاه بالاسعار، واذا حطيته على كندل ديجيتال ارخص يعني هون 4 دولارات انه فيش في طباعه، ما في طباعه اكزاكتلي. فانت على حسب، بس حط يعني اسعار معقوله لحتى ينباع، وما تفكر انه راح تنباع يو نوت غانا بي ذا بيست سيلر الا اذا كنت يعني محظوظ كثير فعلا الموضوع هيت او شيء يعني. طيب هل بتنصحي في موضوع الاي بوك ولا الكتاب الورقي؟ هي شغلة عائدة أنا شخصية من النوع اللي بحب الورق، أنا لسه بحب الكتاب الورقي مع أنه بقرأ كتير، عندي أكثر يمكن 10,000 كتاب على هذا، بس بحب الورق يكون عندي بالبيت. بس لما تكون على الباص مثلا رايحة على الشغل، على الباص دائما معي هذا الكندل، لما تكون عندي مثلا بريك لانش بريك بحب هاي الكندل لأنه أصغر بتفوت بالشنطة يعني بسهولة، بدل ما تحملي 10 كتب تحملي كتاب واحد. للأطفال كتب أطفال بنصح بالورقي لأنه بيكون فيها الطفل بيحب يعني يشوف صور، بيكون ملون. هي أكثر للرومانس والأدبية، الكتاب الأدبي. نعم. طبعا يعني لا يمل دكتورة، فعلا كان حديث شيق جدا، حكينا تقريبا عن أو شرحنا الخطوات بنشر الكتب، وإن شاء الله رب العالمين يستفيدوا المستمعين والمشاهدين. هنحط هذه الحلقة برضو على اليوتيوب عشان اللي بحب يكمل فيها. في عندك أي شيء بتحبي تحكيه بالنهاية؟ تفضل. حابة بس أقول إن هلأ صار في عنا بالوطن العربي أكثر أماكن ممكن تشتري منها كتب. هلأ أمازون ممكن يعني من أحد الأماكن اللي ممكن تشتري كتب عربية، بس حتى قبل أمازون في مثلا نيل وفرات، هلأ ممكن كتير تروح تعمل سيرش على جوجل من أين تشتري الكتب العربية أونلاين على المواقع الإلكترونية، وفي كتير منها وبتوصل لك الكتاب على البيت أو تقدر تشتري ديجيتال منهم. فيعني بنصح عن جد إنه الناس تقرأ، عنا كتير كتب حلوة من مصر ومن لبنان ومن الوطن العربي كله، يعني من الصومال عم بسمع كتير في كتاب جداد طالعين كمان. طبعا تحية لكل كاتب، تحية لكل شخص يبذل مجهود ليوصل معلومة أو يوصل فكرة أو يوصل قصة لشخص، لأنه بيبذل مجهود كبير وللأسف العائد مش كبير. كان عندنا المرة الماضية بتذكر الأستاذ محمد كتبتها أنا، قال الأدب مهنة شاقة إذ لا موقع للأدب في مجتمع يلهث وراء رغيف مفقود. فيعني المقولة جارحة بس للأسف حقيقة. سام بشكرك كثير على متابعتك، انت دائما الناس اللي بنحترم رايهم. بشكرك دكتوره وبقول لك عيد مبارك. محمد برضو بقول يعطيكم العافيه دكتوره، كلام مفيد جدا. حابب اشكر الجميع، اذكر الجميع بحلقتنا اليوم الساعه 9 ان شاء الله حتكون مع الاستاذ محمد تميمي على الاسر المنتجه، واكيد حيكون في مفاجات مع الدكتور. دائما الاستاذ محمد تميمي بيبهرنا، فتابعوا الحلقه وان شاء الله رب العالمين تستفيدوا من حلقاتنا. نراكم الساعة 9 تصبحون أو بدأ لسه ما تناموش الساعة 9 بعدين بتناموا. شكرا شكرا لك دكتور ربا. شكرا.